اهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات ابو محمد في حياة اهل الريف. النهاردة مع شهر الدلفين، النهاردة صاحب الارض عدم حتة الضربة. يعني والله بعد ما استخسر البسين ده كان حتى اتأكد لا غنم ولا اي حد عنده حاجة، لكن بس صاحب الارض قال لك البسين دي بيعتبروه سماد في الارض ولا كماوي تاني. الله شغل الدلفين افضل من شغل المحراك كمان، بينهي الارض نهية تمام. يعني بس هو حمل على البذور اكتر من المحراك. ما شاء الله ابو وردان سبحان الخالق، تعرفش بيعرف ان شغال ازاي، او خد على او عارف ان البغور بيعمل حاجه زي كده فيشوف اي جرار يجي عليه على طول. سبحان الله، من ثانيه واحده ما كانش فيه ابو وردان هنا خالص. سبحان الخالق سبحان الرزاق، فعلا ابو وردان صديق الفلاح. مهندس مصطفى خالد، الناس المحترمة ده كمان معلم في السواقة بيحافظ ده ماشي ورا سبحان الخالق والله سبحان الله. الله يا باشمهندس. Peace.